اللي فات احنا اتكلمنا عن اني عن التايم ريكوايرد. تايم ريكوايرد يعني ان انا مثلا اقرا سيكتور. تمام، احنا المره دي هنتكلم عن انه اقرا فايل ازاي. تمام، او ايه الطرق اللي انا هقدر اقرا بيها الفايل. تمام، انا في الاول عندي طريقتين، عندي حاجه اسمها سيكوينشالي وعندي حاجه اسمها راندوم. السيكوينشالي اللي هي ان انا اقرا تراك باي تراك، وراندوملي هي ان انا اقرا سيكتور باي سيكتور. تمام، احنا طبعا فاكرين المسألة اللي فاتت كانت عبارة عن اني كان عندي سيك تايم ب 8 ملي سكند، وكان عندي روتيشنال ديلي ب 3 ملي سكند، وكان عندي ترانسفير تايم ب 0.035 ملي سكند. تمام، طيب هو هنا طالب مني وقال لي ان انا عندي فايل. تمام، الفايل دوت بيشيل 100 تراك. تمام، وبيقول لي ان انا هقراه مره سيكوينشالي ومره راندوملي. الفايل دوت بنفس الكاركترستكس البروبلم اللي فاتت، المشكله يعني المساله اللي فاتت. تمام، بس الفايل دوت برضو في نفس الوقت بيشيل كام ريكورد؟ بيشيل يعني ايه 34,000 ريكورد. تمام، طيب انا عشان احسب التراك باي تراك، طيب انا الترانسفير تايم بتاعي المره دي هيساوي ايه؟ طيب انا احنا قلنا انه هيبقى عندي 6 ملي سكند في عدد البايتس اللي انا عايزه اقراها على عدد البايتس اللي موجودين في التراك الواحد. تمام، احنا اتفقنا ان انا كان عندي السايز بتاع السكتور كان 512، وعدد السكتورز اللي موجودين في التراك الواحد كانوا 170. طيب انا الترانسفير تايم كان بيتحسب ازاي؟ كان بيتحسب باني باخد عدد البايتس اللي انا عايزه اقراها واقسمها على عدد البايتس اللي موجودين في التراك الواحد. بس انا بستخدم سيكوينشالي، ده معناته ان انا هقرا ايه تراك باي تراك. ده معناته ان انا هقرا 512 في 170 على 512 برضو في 170، عشان انا بقرا تراك وانا كده كده باخد العدد البايتس اللي انا بقراها وبقسمها لعدد البايتس اللي موجودين في التراك الواحد. فدي كلها في الاخر المفروض انها هتساويني 1. طيب في الاخر الترانسفير تايم كله بيساوي كام؟ 6 ملي سكندز. تمام، طيب فالتايم ريكوايرد هيساوي 3 زائد 8 زائد 6. تمام، كل ده 17 ملي سكند. طيب هو انا المفروض عندي كام تراك موجودين اساسا في الايه، كام تراك موجودين في الفايل دوت؟ فانا عندي 17 دي هضربها في 100 تراك اللي موجودين، فبالتالي هقرا الفايل دوت في 170 ملي سكند. تمام، يعني بالتالي حوالي 1.7 seconds. طيب انا كده قريت الفايل سيكونشلي، فاضل بس اني اقرا الفايل ايه راندوملي. تمام، احنا اتفقنا ان انا في الفايل راندوملي، احنا المره اللي فاتت الراندوملي سيكتور باي سيكتور، احنا المره اللي فاتت قرانا الفايل سيكتور، احنا فضلنا جبنا يعني انه السيكتور الواحد بقراه في قد ايه. طيب انا هنا عندي ان انا هقرا السيكتور الواحد في 0 بوينت في 11.035 ملي سكند. تمام، انا عايزه اقرا الفايل الواحد. طيب انا كده قريت السيكتور الواحد، انا عايزه اعرف كام سيكتور موجود في الايه في الفايل الواحد. انا كده معايا 170 سيكتور في التراك الواحد، ممكن اضربهم في المية تراك اللي موجودين عندي، فبالتالي هيساوي 1.875 ملي سكند. تمام، انا كده يعتبر ان انا قريت الفايل كله مرة راندومي ومرة سيكوينشلي، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية.